السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سوق السبت الصباح نحييكم اليوم 27/2446، ما شاء الله تبارك الله. هذه شبوك المقاني. الحراج في سوق السبت الصباح يبدأ الساعة 5:30 على البهم، وهذا حراج البهم بدأ ما شاء الله تبارك الله، وبعده حراج المقاني حوالي الساعة 7 إلى 7:30. وبإذن الله راح نقول لكم التغطية، تابعونا وحياكم الله. استهلع طيار 1260 1260 1260 ابونا دخله عندك زود ولا بيع؟ مرة يربح. عند الله يبارك له، استلم درهمك على مسؤوليتك يربح. عندكم زود عن 1260 ابو حسن يا مدد راح تربح. سجل يا ولد، سجل ابو حسن. 1290 ابيع مره. يستهلع طيار سجل عليها، اقول له دراهم يا اخوان. ماني اخلص يا ابو خلق. 90 يا ابوي انت اخلص. 500 على الله. قلها 500 ريال. 1500 ابيع مره. يستهلع طيار. عندك زاد 470 انت احتوى. عندك زوجة مبيع وقت عاين هذا. مرة يستهلع الطيار سجل عليها، قول الدراهم. احد وخاطر احد لهوى. 30 40 50 600 على الله. 650 على الله. 90 مرة. أحد الشاب أحد الخاطر أحد الهوى. 1680 أحد الهوى. 1570 مرة. أحد الشاب أحد الخاطر أحد الهوى. مرة سجل على خالد يستاهل. الله يبارك قربا يعني. أحد الشاب أحد الخاطر أحد الهوى. 1570 مرة. الله يبارك. مرة أبيع ب 1430 أحد الهوى أحد النظر. مرة يا رعيه وكيل. الله يبارك. 1430 عندكم زود يا حاضرين. بصل على محمد عن 1430 40 على 40 يا ابن حبيب يا خالد على 40 ابو وليد. مره مره الله يبارك لي يا ولد. عناد اربع يا اربع يا عيال. عندكم زحمه 120 عندك زحم 320 احد عندك زحمه تقريح وباع 320 مره الله يبارك. سجلك 1770 1700 احد الشاب احد وخاطر احد لهوى. مره قنع والله يا ابو حميد. والله يستاهل قنع. سجل يا مصطفى سجل. الله يبارك. أربعمية وخمسين أخلص 460 عندك شو ذا نامي عن 1450 تقنيه عبا.
مرة يربح يا عم. 80 يا بع سجل على رجلك. مرة أبيع عمر. 430 مرة استاهل ربحه. أحد الشف سوى عن 30 و200. جابر عندك زود؟ ايش رايك عندك زود؟ 40 33 في 4 ارخاء. 33 في 4 40. لا والله مره الله يربي يسوي لا سرور جات معروه. 1510 1510 1510 ريال. انا حشوف جاكم ابي شريه 1510 ريال. ابيع مره يستاهل اعطيها سجل عليها كل دراهم مره كلكم قنعتوا. 1510 هذه ما شاء الله تبارك الله كلها شبوك المقاني. هذه الغنم اللي اعلنا عنها غنم سفر بن سعد الزيادي 100 معها 24. على الهرب أحد له شف أحد له خاطر مرة أعطيه أهنيه أربحه أعد على أخواني أحد عنده زود كلكم قنعتوا مرة أعطيه أهنيه أربحه أعد. أرخال هذه ما شاء الله تبارك الله عددها 15 معها واحد. تم البيع 3300 ريال. أحد له شف أحد له خاطر مرة أعطيه أهنية أربحه أعد على أخواني أحد عنده زود 500 ريال 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 500
30,000 ريال. 35,500 أحد الهوى يا إخواني، أحد الشاف، أحد الخادم، 35,500 عندي 400.
هذا كم من بعد 30,000 يعني يسوى 50,000 والسنة جذع مسؤول جذع لبان ما شاء الله تبارك الله تم البيع 30,000 ريال في سوق السبت الصباح نكت البيع الجديدة خلف الأعلام 27/2/1446 من حلال سفر ابن سعد الزيادي يا رب يا بندر عندك سود مرة ثلاث ريال أحد عندي سود أحد ليش يقطع أحد ليش يقطع مرة أعطي هني هربحه أعد الله يبارك لكم حط رقم اثنين حط رقم اثنين يا ولد عطري ثاني سرعة عطري اللي بتطلع عطري جاي سرعة سرعة مصطفى وين يا ما أحمد وين يلا يا ولد وهنا هذا مشروع 900 4000 ريال 4000 ريال ها عندك شو مره يربح يربح عندكم شو مره يا عمي الله يبارك رقم 3 الله يبارك احط 200 احد شوف يا خالد 50 على الغطيه قل الله يا خالد على 50 على مره عندك مره احد الهوى يا اخوان عز الله 1200 قرع سمر يا اخوان احد الفاضل مره بارك مره يربح يا ابو شاب الله يربح يربح يا ولد يربح احد الشوف احد الخاطر احد الهوى 3000 ومية ريال احد الشوف احد الخاطر احد الهوى مره الله يبارك يربح ابو سامي يربح البيع فرج يا رجال يا ابو سامي انسى انت علامك لا اله الا الله الناس ترزق الله معك 60 يا عم يا عم 60 2200 احد الشف احد الخاطر على 80 على 80 على 100 على 100 على 20 يا عبد الله رد من غازي 20 50 طبعا يا سيمو 2550 600 ريال اغلس يا عمي 2600 ما شاء الله 50 50 انت برا 50 يا سعيد
1290 احد عنده شوط 2290 ريال 2290 ريال 2290 ريال طيب ثلاثة آلاف ثلاثمية صح صح ألف وتسعمية وأربعين أحد الشوط ألف وخمسمية وستين خير بشر.